السلام عليكم اخو، تحياتي للجميع وتحيه ودانيه لجميع الموارع. المهم بالنسبه للموضوع ديال اليوم ان شاء الله غندويو على طائر العندليب او كما كنلقبوه حنا بالحسانيه. الانسان كيفاش يتعامل معاه وش هما الحوايج اللي يحتاج الانسان اللي غيمشي للسوق مثلا ديال الطيور وبغيتي تشري واحد الطائر ديال العندليب وتربيه، شنو هما الشروط اللي خصك توفر، وكذلك الاكل كيفاش تفرق ما بين الذكر والانثى. بالنسبة للطائر العندليب كما كتعرفوا الإخوان كيبقى ملك الطيور المغردة بدون منازع، وتبارك الله راه فيه كلام زوين، وراه الأنثى كتغرد والذكر هو كيغرد. بالنسبة للفصائل ديالو ديال العندليب كاين معايا فوق أكثر من 45 نوع، وحنا الحمد لله إن شاء الله اليوم غندويو على الطائر العندليب اللي متوفر في المغرب، وشحال ديال البيض كيحط وقت التزاوج ديالو، والحمد لله تبارك الله الاخوان دابا كيفرخوهم. بالنسبه لاول شيء، انسان غتمشي للسوق بغا يشري واحد الطائر عندليب باش غتقدر تعرف الذكر ما بين الانثى، وكذلك شنو هما المواد اللي غتحتاج باش غتصوفي، وكذلك بالنسبه للقفص كي غتعامل معاه في القفص داخل المنزل. هادشي ان شاء الله كامل غنطرقوا لك هذا الموضوع. بالنسبه لاول شيء، الانسان ملي غيمشي للسوق غيبغى يشري ذكر والانثى. بالنسبه للتفريق ما بين الذكر والانثى، كما كتعرفوا الذكر كتكون عنده سيره على بيضه كبيره، والديل ديالو كيكون طويل وبحال الحمر بحال المارو جيل الحموريه، والانثى كيكون عندها الديل قصير وكتكون الطاي ديالها عريضه عكس الذكر. وكذلك حتى في الوقفه، شوف سبحان الله، تشوف جميع الطيور كتلقى بان النتوه كتكون عند الوقفه كتوقف كتحرج ليها كتبلك الرجال حلو، على عكس الذكور. الذكور سبحان الله كتلقى رجليهم مجموعين وكيوقف. كما قلنا زائد الراس كيكون ديال الذكر كبير على الانثى، العين كبيره رونديله، المنقار كذلك. المهم غتشوفوا الفيديو هذا كنا درناه من سوق القريعه، واحد الصديق كيفاش فرقوا ما بين الذكر كان العشاق العندليب. خويا خويا اشرف الله يجازيك بخير، بالنسبه للتفريق ما بين الذكر والانثى باش كتعرفوا الحجم والعينين انت هذا الذكر هذه نتوى ياريك. شنو نتوى تبارك الله، الراس راه ورد راس كبير، السيال عاوتاني الذكر عنده بيضه، النتوى باهته رقيقه، النتوى هي كتجيبها غير هي باهته رقيقه، وكاين عاوتاني القضيه ديال الديال هي كتبيع الديال، انا شفت كنقولوا الباهت الذكر كتبقى حمراء وطويله، لاحظت الديالة تاع الذكر تبارك الله الذكر هو هذا، شوف الديالة ديالو باش حمراء، شوف الأنثى راه هي حمراء غير هي ماشي نفس الحمورية ديال الذكر وقصيرة، شوف الفرق كبير هنا غتعرفوا الفرق ما بين الذكر والأنثى. شحال كيبقى الثمن ديال المخلوق؟ 80 درهم 80 درهم الثمن ماشي الثمن سير. المهم اللي بغى شي حاجة عندك شي مرة أخويا أشرف، ماشي لعيبة السوق، المهم ماشي لعيبة السوق هذا راه ديما متواجد معنا، اللي بغى شي حاجة راه يجي عندي نجيبو حتى لعندك. والله يرحمك الوالدين على هذه المعلومه. وبالنسبه للولاد التفريق ما بين الولاد صعاب شويه، حتى هما نفس اللعيبات هما شويه صعاب، خصك تسنى تير شمتي بي والعينين. كيما تشوف هذا الفيديو هذا، هذه الطريقه باش كتفرق ما بين الذكر والانثى. وبالنسبه للاخوان كي غنتعاملوا معاه، مثلا انا غنعزل واحد الطائر من كاجوبه غادي نشتري من السوق غادي نجيبو، اول شيء كنقلب لي صحته هنا يجي تقدر يكون عامر. كنجيبو اول شيء كنحاول نوفر واحد القفص كبير، يا قفص سيباراسيون او قفص اللي كنخدمو به هنا الطائر البلبل المغربي طائر الوطواط بحال هذاك القفص، وكندير واحد الزيت ابيض اليامات الاولى ضروري من الزيت ابيض. وبالنسبه للماء كنحاول ندير شرابات ديال الماء، وكندير واحد الطاسه ديال الماء ضروري، لان الطائر العندليب سبحان الله العلي العظيم دوزت الخوت دور حسني عندي في الدار، يوميا كدوش يوميا كتهود لك طويصه وكدوش فيها، هادشي اللي خصك توفر. وبالنسبه للاكل الاخوان الحمد لله دابا ولا واحد المانيطوبو متوفره اللي كتعرفوها ملي كنخدمو مع الولاد، بزاف المواد فيها الدود مجفاف فواكه ديال الطبيعه سبحان الله، واحد المانيطوبو هي كيخدمو بها الخوت دابا راه زوينه وزوينه بزاف. واول نصيحه اللي نبغي نعطيها الخوت، ضروري يكون عندك دود قبابي، لان لما عندكش دود راه عمرك غادي تصوبي الحسانيه، فانا عندي اللي عمرك غادي تصوبيه صيد جديد غتجيبو للدار صيد
الصوبيه كتحاول يكون عندك دود قبابي او كتشري من السوق كتجيب وكتخدم معاه الايامات الاولى الدود والمانيطوبا، برغم ان المانيطوبا راه فيها واحد الدود قبابي مجفف مقطع طريفات، انت كتحاول واحد النهار الاسبوع الاول كتعاون واخا تعطى واحد مثلا واحد 6 دودات 8 دودات 4 في الصباح وبعد العشيه كتعاونها، ولا كتشدهم كتقطعهم طريفات وكتخلطهم في ديك المانيطوبا. ملي كيمشي لها راه ضروري كيذوق الدود المجفف والدود اللي انت وفرتي لها، كما قلنا ضروري ما كتغطي بزاف بيد. هادشي واقع هو اللي يمكن يكون منسيت والو. اما بالنسبه للفواكه راه هي كتاكل التوت التفاح الحمد لله دابا كاينه مانيطوبا توفر على بزاف المواد اللي الانسان ما يقدش يوفرها، كاينه في هاد المانيطوبا كيما قلت لكم ودود قبابي، ما تغير الماء يوميا ضروري الانسان يغير الماء يوميا ويبقى داك الزيت. بالنسبة للكلام هي الاخوان كاين اللي كدوي بالنهار وبالليل وكاين اللي كدوي بالليل، اما واش الانثى كتغرد ولا ما كتغردش راه حتى الانثى كتغرد، غير هو الذكر سبحان الله كيكون الجباح عنده والتغريد ديالو كتكون بصوت مرتفع عكس الانثى. وتحياتي للجميع، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، اللي عنده اي سؤال بخصوص العندالي او كل ما يتعلق بالطائر العندالي لا بخصوص التربية او التفريق يكتب لنا السؤال في الكومنتير، حنا الحمد لله كندخلو كنجاوبو كل شيء. والله يسر لكم الامور وتحية ودانية. المهم هذه الحلقة كنا تتمة ديال السلسلة اللي كنا كنديرو في التعريف المغردة سنف الشرشوريات، اليوم الحلقة ديال العندالي. نتمنى نكون عطيتكم واحد شوية من النقط اللي الانسان خصو يحتاجها لبغا يربي طائر العندالي في الدار. والله يسر لكم الامور وتحية ودانية للجميع، والله يدخل عليكم شهر رمضان بالصحة والعافية وطول العمر، وتحية ودانية للجميع الإخوان.